رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بأهمية مشروع تطوير مصفاة البحرين الذي تفضل بوضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، ونوه المجلس بدور هذا المشروع في تعزيز جهود تطوير القطاع النفطي وتنمية موارد المملكة والاستثمار فيها بما يمثله من إضافة نوعية إلى قطاع صناعة النفط، وسيفتح آفاقا نحو زيادة مساهماته في رفد عجلة التنمية. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رصد احتياجات القرى من الخدمات الأساسية والمرافق لبرمجتها في المشاريع التنموية الخدمية الحكومية، وكلف سموه وزارة الإسكان بزيادة حصص الإسكان لأهالي سترة عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الإسكانية بما في ذلك الإسراع في مدينة شرق سترة الإسكانية، فيما أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة بتسليم فوري لمفاتيح 500 وحدة سكنية جاهزة إلى المنتفعين في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني. على صعيد ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة الاحتياجات الخدمية لقرية جد الحاج وتطوير الخدمات والمرافق والمنشآت فيها، وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بذلك. بعدها عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الحادث المؤسف لتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية مؤخرا، معربا المجلس عن تعاطف مملكة البحرين مع أثيوبيا الصديقة في هذا الحادث المفجع. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي: أولا، تجسيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز إسهامات الفرد في خدمة أمن مجتمعه بتضافر جهوده مع ما تقدمه وزارة الداخلية، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوع لخدمة الأمن العام الذي رفعه معالي وزير الداخلية، والذي يجيز لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام وفق الشروط التي يحددها مشروع القانون. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون أعلى إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية وللهيئات والمراكز الشبابية، ويستهدف التعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة بحيث تكون 4 مرات في السنة على الأقل في كل من الأندية والمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة أو كلما اقتضت الضرورة لذلك. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين وزاريين يصدران عن وزير شؤون الشباب والرياضة: الأول بتعديل المادة 35 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة والصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990، والثاني بتعديل المادة 50 من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة والصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، وكلف المجلس الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لذلك. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على تسمية هيئة تنظيم الاتصالات لتتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك تحت إشراف ورقابة الوزير المعني بالاتصالات، وتسمية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتولي المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق mail.bh و gov.bh وما يقابل ذلك باللغة العربية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على رفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية من اليابان، والتي سبق وأن صدر قرار وزاري بحظرها سنة 2011 بسبب وقوع حادث لمفاعل فوكوشيما، وذلك لانتفاء مبررات هذا الحظر. وقرر المجلس الموافقة على مشروع
مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص يصدر عن وزيرة الصحة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والذي يستهدف تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى على نظر قادة الدول الأعضاء ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى مجلس النواب. سادسا، وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حسنات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية أعلى إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية. سابعا، وافق مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. ثامنا، وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.